السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد من Expand Cart. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وجديد جدا وشيق برضه. النهاردة هنتكلم عن مستقبل التجارة الإلكترونية. دايما لما بيجي الكلام عن المستقبل بيجي في ذهننا على طول إن احنا هنتكلم بقى عن حاجة بعد 10 سنين وعشرين سنة وخمسين سنة وما إلى ذلك. لكن في العالم دوت وبعد التطور الفظيع والرهيب اللي بتعمله التكنولوجيا في حياتنا كلها بشكل يومي، فبقى دايما لما بنقول كلمة مستقبل دايما بنتكلم عن حاجات هتحصل أو بتحصل بالفعل، ولكن لم تنتشر الانتشار الكامل بعد، يعني حاجات هتحصل بعد 5 سنين وعشر سنين وما إلى ذلك. فتعالوا بينا يلا نبدأ نشوف كده إيه هو مستقبل التجارة الإلكترونية، ونبدأ بحاجة مهمة جدا وأصل من أصول التجارة الإلكترونية وهي الشحن. الشحن عادة حاليا دلوقتي زي ما احنا عارفين دايما بيتم عن طريق شركات الشحن، وبيتم من خلال السيارات والموتوسيكلات والطائرات وما إلى ذلك. الجديد في عالم التجارة الإلكترونية إن الشحن هيتم بعد كده عن طريق الدرونز، والدرونز اللي هي الطائرات الصغيرة اللي بيتم التحكم فيها عن بعد أو بتكون بتشتغل بشكل أوتوماتيك بشكل كامل زي ما احنا شايفين كده. الدرونز شركة أمازون ابتدت مشروع من اكتر من 2 أو 3 سنوات بالفعل، وتم اطلاق المشروع دوت وسموه برايم اير. المشروع دوت هو عبارة عن استخدام الدرونز في توصيل المنتجات للعملاء، وبالفعل تم تسليم منتجات لبعض العملاء باستخدام طريقة الدرونز، ودي طبعا طريقة مبهرة وقوية جدا وهتغير عالم التجارة الإلكترونية بشكل ضخم جدا. تخيل ان المنتج هيوصلك في 30 دقيقة مثلا و40 دقيقة، او على الاقل هنبدأ في كونسبت دائم وشائع وفي اجتهاد كبير في تحقيقه، وهو حاجة اللي هي السيم داي ديليفري. عادة انت لما بتطلب اي طلب من اونلاين على الانترنت عادة بيكون التسليم خلال يوم يومين 3 4 5 اسبوع او اكتر من كده كمان. تخيل بقى لما يكون التسليم سيم داي ديليفري او خلال ساعات، وتخيل لما يتم بشكل اوتوماتيكي. اللي بيتم هو ان بمجرد ما العميل يعمل الطلب بتاعه بيتم تجهيز الشحنه وتتحط للدرون، وبعدين الدرون بشكل اوتوماتيك تماما عن طريق الجي بي اس يوصل للعنوان وينزل الشحنه للعميل، والعميل يستلمها ويرجع كمان تاني للقاعده بتاعته وهكذا. فتخيل حجم الحاجات اللي ممكن تحصل بسبب موضوع ده زي ده هتكون عاملة ازاي. فدي اول حاجة بنتكلم فيها. الحاجة اللي بعد كده اللي هي قوية جدا وهي ما يسمى بالبيتكوين. البيتكوين هي عملة على الانترنت، ممكن يكون في بعضكم سمع عنها والبعض ما سمعش، فعشان نوضح الموضوع ونبسطه بشكل بسيط، البيتكوين هي عملة زي الدولار واليورو والجنيه المصري والريال السعودي، لكن هي عملة ديجيتال، عملة على الانترنت. العملة دي ظهرت في عام 2009، وفي اختلاف كبير عن مين هو منشئ العملة، فممكن نبقى نخصص فيديو او مقالة خاصة نشرح فيها الموضوع ده. لكن المهم ان العملة دي موجودة بالفعل من عام 2009، وابتدت تبقى بتحقق انتشار كبير جدا، وحجم المعاملات اللي بيحصل عليها بقى كبير جدا، لدرجة ان كتير من الخبراء بيتوقعوا ان ده الاقتصاد الجديد، مش مجرد بس عالم التجارة الالكترونية. البيتكوين هي حاجة بتغير كتير جدا من الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي من التجارة بشكل عام، وبالطبع التجارة الإلكترونية. لأن ببساطة مثلا على سبيل المثال تحويل البيتكوين ما بيحتاجش بنك، ما بيحتاجش إنك تعمل ما يسمى بالوير ترانسفير أو التحويل البنكي، وإن يبقى في بنك وبنك وسيط وبنك تاني، وعملات تتاخد من ده ومن ده ومن ده، وعملية بتاخد أيام و و و، أو إنك تقبل الدفع أونلاين بالفيزا والماستر كارد، ولازم يبقى أنت عندك بوابة دفع إلكتروني بتقدر تعمل بيها بروسيسنج للموضوع دوت، ونخش في مشاكل في السكيورتي ومشاكل في النصب والفرود وقصة كبيرة جدا. كل الكلام ده بيتلغي تماما مع البيتكوين، مكنش في اي حاجة من دي خالص. تحويل فوري وسريع وسهل واستلام سريع جدا للاموال وما الى ذلك عن طريق البيتكوين، اللي فعلا هي من الواضح انها تكون من الحاجات اللي فعلا هتعمل اقتصاد موازي او اقتصاد جديد، مش مجرد بس وسائل، يعني تغيير كبير بس في عالم التجارة الالكترونية والدفع. بعد غير البيتكوين بقى كمان في عندنا تطور كبير حصل في عالم الفي ار او الفيرشوال رياليتي. الفيرشوال رياليتي هي النظارات اللي بنلبسها على وشنا وبتبتدي تعمل فيرشوال رياليتي، يعني تعمل لك حقيقة افتراضية.
التكنولوجيا في الموضوع ده برضو تطورت بشكل كبير جدا، وبدأ بالفعل استخدامها في الاي كوميرس والتجارة الالكترونية. فبقى العميل يقدر يتسوق السوبر ماركت ويطلب الحاجات عن طريق الفيرتشوال رياليتي، عن طريق النظارة دي زي ما احنا شايفين. ومش بس كده، كمان يقدر يدي الاوامر لروبوت، فيرتشوال روبوت اللي هو البوتس اللي احنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، اللي هي الانترنت روبوت. يقدر يتكلم مع بوت اللي هو بيمثل في الحالة دي اللي هو المساعد السيلز اسيستنت، اللي هو البائع اللي موجود في المحل مثلا، ويبدأ يطلب منه حاجات ويبدأ يشرح له حاجات ويحط له الحاجات ويجيب له الحاجات زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. الكلام ده مش خيال علمي، الكلام ده بالفعل وقع، يعني بالفعل بيحصل، بس لسه ما انتشرش الانتشار الكبير. لكن هو كل اللي انا بتكلم فيه دي حاجات موجودة بالفعل وتمت واتعملت، وفي حاجات بالفعل شغالة بيها. فهو مستقبل، لكن مستقبل قريب وقريب جدا. بعد الفيرشوال رياليتي كمان الموضوع ما وقفش عن الاي كوميرس او التجاره بقى الالكترونيه، بمعنى انها تكون من خلال الانترنت والاونلاين ستورز وخلافه. لا، الموضوع كمان هيشمل الشوبينج نفسه، الشوبينج في المحلات العاديه. في حاجات كتير بتحصل بالفعل زي الموبايل بيمنت اللي بيغير برضو كتير من طرق الدفع، واللي من اشهر الحاجات اللي بتستخدمها هي ستاربكس على سبيل المثال، والموبايل بيمنت عن طريق ستاربكس. مش بس كده، الفيرتشوال رياليتي جوه الشوب اللي هي هتغير بقى الشوبينج كمان ذات نفسه، زي ما احنا شايفين كده في الفيديو اللي ورايا دوت، هتلاقي ان الموضوع بيغير حاجات كتير. فبيقدر الشخص يستخدم الفيرتشوال رياليتي في انه يقيس الهدوم ويعمل حاجات كتير كانت صعبة جدا تتعمل في الواقع. فده برضو كمان احد التطورات الكبيرة اللي بتتم في عالم التجارة الالكترونية وفي عالم التسوق والاموال بشكل عام كمان. علشان كده انت دلوقتي لو انت لسه ما دخلتش عالم التجارة الالكترونية ده، انا انصحك انك تدخل عالم التجارة الالكترونية دي. انا رأيي الشخصي ان مفيش اي بزنس خلال 5 اعوام او 10 اعوام بالكتير قوي من الان هيقدر يكون موجود اصلا من غير ما يكون بيستخدم الاي كوميرس. وده مش رايي انا، يعني ده راي شائع وموجود وبقوه. فلو انت عندك بزنس او انت عايز تبدا بزنس او بتفكر في بزنس او نفسك تبدا مشروع تجاري، لازم التجاره الالكترونيه لازم تبدا فيها. وعلشان برضو الكلام يبقى واضح، دايما احنا هنا في العالم العربي بنشوف ان احنا نوعا ما في الماضي، لكن برضو حتى الموضوع ده اتغير لان الدنيا ما بقتش بنفس الشكل بتاع زمان. فالتكنولوجيا اللي بتتوجد بره بتظهر عندنا بعد وقت بسيط، وفي الغالب حاليا بتكون في نفس الاوقات. ولاحظنا اهتمام ضخم وكبير جدا من الحكومات حتى في العالم العربي، من ابرزها السعوديه، في الاهتمام بالتجاره الالكترونيه ودفعها للنمو. وبالفعل حجم المعاملات اللي بتتم بالتجاره الالكترونيه دلوقتي في العالم العربي بقى حجم ضخم. يعني على سبيل المثال الامارات مثلا، حجم المبيعات المسجله الكترونيا في عام 2016 هو 10 مليار دولار، وده رقم ضخم جدا، ويليها السعوديه ويليها مصر وثم دول اخرى من دول العالم العربي. فالنمو كبير، ومعدل النمو بيقدر بحوالي 23%. فده برضو كمان سبب تاني، فده انسب وقت انك تدخل فيه عالم التجاره الالكترونيه. ولازم تدخل عالم التجاره الالكترونيه لو كنت بتفكر تعمل فلوس، فالاي كوميرس او التجاره الالكترونيه شيء بقى شامل وكبير ولا يمكن الاستغناء عنه، وموجود في كل انواع البيزنس بطريقة او باخرى. فده الحالي والمستقبل، فابدأ وشوف التجارة الالكترونية. وارجو ان انتم تكونوا استفدتوا ان شاء الله من الفيديو دوت. وما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك، ولو ما عملتش لسه سبسكرايب على الشانل بتاعتنا، يا ريت تدوس على الزرار الاحمر اللي تحت ده وتعمل سبسكرايب. وشكرا، نشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوناش تشاركونا بالكومنتس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.